في إطار تولي رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته نظارة الوقف الخيري للمستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح مسابقة علمية لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي، عقدت الهيئة برئاسة المستشار مسعد الفخراني حفل توزيع جوائز المسابقة. هذا الوقف ده مسابقة لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي زي ما قلت، كمان ده لا يشترط الواقف أن يكون ناظر وقف مسلما، بدليل ان هيئة قضايا الدولة باعتبار رئيسها ناظر الوقف، كان في كذا رئيس هيئة تعاقب عليها كان مسيحيا، يبقى اذا لا يشترط ان يكون ناظر الوقف اللي هو رئيس هيئة قضايا الدولة مسلما. الابحاث اللي بتتقدم في المسابقة ابحاث فضلا عن ان الهدف الاساسي منها خدمة الدعوة الاسلامية والفقه الاسلامي، الا انها بالاضافة لده والاهم من ده كله انها بتخدم المجتمع بصفة عامة، ومفتوحة المسابقة مفتوحة ولكل ذي شأن. تهدف المسابقة الى ابداء موضوعات اسلامية تعالج قضايا معاصرة وتخدم الشريعة الاسلامية بجهود علمية مطلوبة. اهتمام هيئة قضايا الدولة بالدعوة والفكر الإسلامي، وأن الواقف رحمه الله كان أصلا مستشارا بهيئة قضايا الدولة، اهتمام هيئة قضايا الدولة بهذا الموضوع وسنوات عديدة متتالية، وكان رئيسها دايما بيبقى هو ناظر الوقف، والموضوعات كلها ناجحة. ذلك يحسب لهذه المسابقة أنها مفتوحة للكافة من داخل مصر ومن خارجها، وأيضا أنها مفتوحة للمسلمين وغير المسلمين طالما التزم بأن يكتب في هذا الموضوع المحدد من اللجنة العليا للوقف، والتي يشرف بأن يكون أحد أعضائها مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علم. مشاهد المستشار مسعد الفخراني تسليم جوائز الفائزين في المسابقة وتكريمهم. أنا فزت بالجائزة الأولى في بحث التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي. أود أن أقدم كل الشكر والتقدير إلى رئيس هيئة قضايا الدولة لدعمه على خدمة العلم والعلماء والمجتمع تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. المسابقة متاحة لكافة الفئات المختلفة من الباحثين. جاءت هذه المسابقة بعيدة كل البعد عن الرسميات والبيروقراطية ومتاحة للجميع، تتولاها هيئة قضايا الدولة بصفتها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمثل نبض المجتمع المصري. من داخل مقر هيئة قضايا الدولة، أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار.